نورس راديو 93.5 FM. مكتوبك حين أتى أجواء الشعر امتلأت عندي بالرعد وبالبرق، وابتلع الطوفان سهولي وحقولي لما انهمرت بجنون أمطار العشق. زينت كلامك بالورد ففاض الذوق جمالا، وغدوت غريقا وأسيرا فيه. فرجاء قولي لي من أين أتيت بهذا الذوق؟ كل الأشياء لدي انقلبت من فرط ذهولي وشرودي، فرأيت شروق الشمس من الغرب ومغربها من جهة الشرق. وحروف الكلمات كغابات نخيل في بستان الحلق، والبلح الرطب تساقط في ثغري لما هز لساني أغصان النطق. وقوافي الشعر مضت تسبح كالأسماك بماء العين، وتقفز بين يدي وتحت مسامات الجلد وفوق، واشتقت كثيرا للقيا حتى كادت تصهرني نار الشوق. الفرق كبير جدا بين القرب وبين البعد، ولكنك ألغيت جميع الفرق، فبقربك أو بعدك أنت مميزة، والحب بقلبك لا ينبض إلا بالصدق. فاقتربي مني إن شئت أو ابتعدي عني، فأنا يكفيني أنك في كل مكان مثل هواء طلق. نورس فهم.